اللي عند عبد الرزاق حسين. هيدا مرور، يا سلام يا سلام، عبد الرزاق حسين بمر بيلعب تمريره على الجهه الثانيه على الجهه اليسرى، ممكن اكرم مغربي، ممكن التسديدة على الطايف، هي وحده من التسديدات الجميله جدا. أوه، عبد الرزاق حسين على الطايف. هذا مرور لعبد الرزاق حسين، يا سلام من مرور بضربه الجزاء، ممكن يمر، ممكن ضربه جزاء. خالد الوقت محمد حمود ايضا بيعيد الكره النجبويه، عبد الرزاق حسين داخل المنطقه ممكن يسدد، بيوسع لنفسه عبد، مين راح يسدد، مين راح يسجل؟ عبد الرزاق حسين، كره مباشره باتجاه المرمى، ما معقول ما معقول، ما اجمل طوله. هيدي اللقطه جمهور النجمه راح ينسالك اياها، لانه بكل بساطه هي ابقت النجمه باجواء البطوله، وايضا عبد الرزاق حسين ما راح تنسى هيدي. لكن النجمه هنا، اللاعبين في ارضيه الملعب ما زالوا يملكوا امالهم، ما زالوا يضغطوا يبحثوا. تصويبه، الله، الله 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 لكرة القدم، من كان يغادر توقف ليحتفل بهدف يأتي. التغطية الدفاعية موجودة والنجمة عم بيضغط بهالأثناء، والعرضية والرأسية، جول 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 جول. حسن محمد لعب العرضية، هاتوا بلعب، لا مش حسن محمد، مصطفى كساب لعب العرضية برجل اليسرى، ومين وضعها بالشباك، جميل جدا الهدف. فاق جمهور النجمة على المدرجات، عرف كثير منيح انه فريقه عم بشكل خطورة. هلا اكرم مغربي يلعب كرة، ممكن جول جول. يا سلام، اصلا الكنترول هو التمريرة يا اكرم مغربي، يا سلام كيف وضعته خلفك، لمين؟ لقلب الدفاع، لقلب دفاع طرابلس. بيتر كوارتين، تسديده صاروخيه بالتاكيد لإلي. فالحي من لمسه اماميه، هذا هو حسين زين، تقدم يا محمود، حسين زين بيلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء، انما الراسيه وين؟ التسديده مباشره، جول جول. عبد الرزاق حسين الدول السوري عم بيعكس الكره داخل الشباك داخل المنطقة، يوسف الحج تمريرة أمامية خطيرة، المحاولة، ممكن جول، ممكن جول جول. جبت عدد واحد واحد، أول أهداف عبد الرزاق حسين، شفت النفس في الجزاء، أي تبين الأهداف البطولة، عبد الرزاق حسين شفت خاطئة أيضا عندنا بشيت اليوم، من مركز أبدا على المباراة، مامادو بينطلق، مامادو خطير، انطلق السنغالي، حافظ على الكرة عبد الرزاق، ملا مرور، جول 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 جول، ولا أجدا، وعم بيسجل رابع أهدافه بدوري ألفا لكرة. الوقت نيكولاس كافي بيخطف الكرة، خالد التكجي موجود على الطرف الأيمن، بتوصل الكرة عند خالد التكجي، خالد ممكن يمر، بيلعب كرة عرضية خطيرة، ممكن أول جول، ممكن أول هدف المباراة، ممكن أول جول 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 بنكسر هدفه بمرمى التضامن صور على هالملعب بالتحديد. هيدا خالد التكجي، هيدي كرة العرضية الخلفية، وعبد الرزاق حسين عم يفتتح التسجيل مرة جديدة، عم الإعادة عن الشوط، انتبكت الكرة لخالد التكجي، هيدي العرضية وهيدي التسديد، اللي بيخسر هو راح يكون خارج المنازل، هناك فرصة عدوية، هي تسديد جول. عبد الرزاق حسين واحد من افضل اللاعبين الاجانب، يا صاح 12 هدف مع منتخب سوريا، بالمقابل مع فريق عاد 5 اهداف، عبد الرزاق حسين عم يعمل الصعب اليوم. الكره عند عباس عطوي، اونيكا ايضا بيلعب كره ساقطه لداخل منطقه الجزاء، ممكن اول اهداف المباراه، ممكن ممكن ممكن، لا 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 لا، الكره بتمر، جول، اول اهداف المباراه السوري عبد الرزاق حسين. رح دخلنا على الدقيقة 31، نادر بيلعب الكرة العرضية الرأسية الرجلوية، الترويض، التسديد، ممكن جول 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 جول. عبد الرزاق حسين عم بيعدل النتيجة بهاللحظات، الكرة الرأسية داخل منطقة الجزاء، هالمرة بالشباك، هالمرة جول 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 لعبد الرزاق حسين، مع فرحة الآلاف بأرض ملعب صيدا البلدي، التعديل، التبديل بالنتيجة. مدرجات يطرب أيضا سريع الآن، الحسين، جول،
لعبة لفتيرا يقلص الفارق في الدقيقة 40. هذه عادة الكرة الماضية والخطأ أيضا اللي استغل عبد الرزاق. مروة تقدم انطلق حاول لعبها بعد ذلك من تحت حارس المرمى نسجل أول أهداف لإيمان فتيرا. عبد الرزاق حسين عبد الرزاق يتقدم عبد الرزاق بيلعب له كرة يا جول بخطأ فادح قاتل شايف الكرة عبد الرزاق لحسين نعم وهو من يسجل الهدف الثاني الآن ليتقدم لدبل فجيرة للمرة الثانية في المباراة. أمامية إلى باتو باتو مرر ولكن أيضا تخلص والكرة تسديدة الآن قوية في المرمى جول جول أول لدبل فجيرة يسجل 22 دقيقة الماضي. شوف اللعبة وشوف العرضية وشوف التشتيت اللي كان وبعد ذلك التسديدة القوية اللي صلت في الجهة اليمين كرة والهدف الأول لحتى أخيرا حتى يسجل أخيرا حتى يتمكن من أن يقلص الفارق في هذه اللحظات. النتيجة لفريقه وكان له ذلك وسجل هدفا على طريقة الكبار. يبدو لي أنه قريب جدا للمنتخب السوري هو كرة الآن ملعوبة الصويبة جول جول خمسة سجل عبد الرزاق لحسين هذا بديل فجر إبراهيم اللي ممكن خط الكرة يخطفها عبد الرزاق حسين الرابع عبد الرزاق يسجل عبد الرزاق حسين يسجل هذه المرة اقتنصها عبد الرزاق حسين فوق على المدافع زامير داودي عبد الرزاق حسين انطلق استغل خروج حارس المرمى ووضع الكرة في الرزاق حسين اللي حتوقف بالكرة بيتقدم للتعديل عبد الرزاق حسين جول 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 انفجار على مدرجات النجمة عبد الرزاق حسين بيتقدم بصد الكره جول 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 الثالث ثابت يا عبد الرزاق حسين مع الاف جمهور النجم ملعب بيضاء البلدي عبد الرزاق خطوه 2 3 بيسدد جول شوفوا فرحه عبد الرزاق حسين اللي عم يعطي التقدم لمصلحه عبد الرزاق حسين بتقدم خطوة 2 بسدد عبد الرزاق جول هيدا هو العقاب لطرابلس هي هو لعبد العزيز يوسف اللي أضاع فرصتين لا يضيعوا داخل منطقة الجزاء عبد الرزاق حسين بتقدم عبد الرزاق موجع على الحلال بسدد عبد الرزاق حسين هدف نصف العهد